الضغط على اللوطه ممكن يجبدها شويه لوريال. تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران من وضع حد لنشاط مروج ينشط ضمن شبكة إجرامية مختصة في ترويج هذه السموم، أين أسفرت العملية عن توقيف هذا الأخير وهو من ذوي السوابق العرضية ويبلغ من العمر 33 سنة، أين سمحت العملية بتوقيفه بقرب من مسكنه وبحوزته حقيبة ظهر بها 45 صفيحة من الكيف المعالج بوزن قدر ب 5 كيلوغرام تتمة لكافة الإجراءات القانونية، وبعد استصدار إذن بتفتيش مسكنه الصادر عن سيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فلوسن كانت نتيجة إيجابية بحز مبلغ مالي من عائدة الترويج يقدر ب 266 مليون سنتيم ومجموعة من الأسلحة البيضاء من الحجم الكبير ليتم تحرير إجراء قضائي ضده.